هي الإصابات الكاريتية الناجمة عن المفرقعات التي تسبب في كل سنة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إصابات خطيرة خاصة لدى الأطفال. يجونا مصابين يعني دي فوا في عينيهم، يجوا في عينيهم ولا في يديهم ولا في الأذن تاني، اي بارفوا ميم سي دي زيكلا كي اللي سببوا لهم حروقات في مستوى انحاء الجسم، مما يستدعي يعني بارفوا يعني بتر الاصبع تدخل بعمليه جراحيه. حنا رانا هنايا يعني لازم نديروا حمله تحسيسيه قبل ما يصرى هذا الشيء، دونك دي فوا نجو ليله مولود ولا اون سيمان افون نقوموا بحمله تحسيسيه، نوضحوا المخاطر، مخاطر استعمال هذه المفرقعات والمواد الناريه. ولتفادي مخاطر المفرقعات وما ينجم عنها، حملة استباقية تحسيسية وقائية بادرت بها الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المدية، مست الابتدائيات والساحات العامة بالولاية. دوك انت تشعل بحيطة وترميها في صعبة، انت من باب انوك تلعب معايا بصح نسيت له عينه. فهمنا انه المفرقعات هي خطيره، لهذا ننصح الجميع ان لا يستعملوها. فهمت اليوم من الدرس التحسيسي ان لا نفرط في استعمال المفرقعات او الالعاب الناريه لانها تسبب لنا اضرارا مثل فقد البصر. أنا استبدل المفرقعات بشموع ونضعها في صينية ولا نضعها فوق الطاولة لأن النار تأكل الخشب، ونقرأ القرآن ونتذكر السيرة النبوية للعطيرة. أردنا توصيل رسائل وتوجيهات وإرشادات لهذا البراعم لتفادي أخطار المفرقعات والألعاب النارية وما ينجر عنها من عواقب وخيمة من الجروح والحروق والكدمات وحتى الحرائق بسبب الشموع. هي المفرقعات المسؤولية الأولى تقع على عاتق الوالدين. علاش؟ لأن الطفل هو اللي ماهوش راح هو اللي يشريها من جيبه، ما عندوش دراهم، هو الوالدين هم اللي يطلوا الدراهم بيجريها. الأولياء ما يشروش المفرقعات لأولادهم خاطرهم يشجعوهم عصوال حاله. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو فرصة لاستحضار السيرة العطرة لإنسانية الرسول الأعظم والاقتداء به.